السلام عليكم البنات، كراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفه تاع تحليه بارده، كيكه بارده بهذا الكاطو. عندي هذا البيسكوي، نوع من البيسكوي اللي متوفر عندك في الدار، تفتيه بيدك كيما هاك. هذا هو البيسكوي اللي استعملته، بوتي بار. استعملت علبه كيما هذه، عندي كاس تاع غبره الشانتيي، وعندي كاس تاع حليب بارد، وعندي كميه من الفراوله. كما تعرفوا رانا في موسم الفراوله، نغتنموا الفرصه باش نديروا بها اطباق وتحليات بارده كيما هاك. كما شفتوا معايا، حضرت معاكم عصير برتقال بالفراوله، يجي رائع، وتحليه اخرى كذلك بالمحلبيه بالفراوله، تاني جات روعه. والان نديروا كيكه بارده بالفراوله وكريمه الشانتيي والبسكويت. نبداو على بركه الله. بسم الله. هنايا حطيت الكاس تاع غبره الشونتيي مع كاس تاع الحليب بارد، ونطلعهم اونيج. هنا راني طلعتهم كما راكم تشوفوا. نجيبوا البسكوي تاعنا اللي فتتناه بيدينا، نضيفوه مع لاكريم شونتيي، ونبداو نلبسوا لها في نلبسوا للكاطو تاعنا هذا لا شونتيي باش يشمخ كامل ويدخل لنا الداخل مع لاكريم كما راكم تلاحظوا في الصوره. نزيد الكميه اللي بقات لي تاع الكاطو. وهنايا قبل تكونوا سيتو الكاطو تاعكم كي تفتوه، جيبوا الصينيه اللي باغي ديروا فيها الكاطو، وعبروا بها شحال ديروا من حبات كاطو، وعبروا وشوفوا شحال يقومكم وفتوه. يجي تاني معها بسكوي اللي بالشوكولا، ذوق شوكولا يجي معها روعه كذلك. هنايا راني ضفت الفراوله تاعي المقطعه، ونحاول كي ندخلها مع البسكوي ولا كريم شانتيي كيما راكم تشوفوا في الصوره. هنا ما ساعدتنيش هذه الملعقه تاع السيليكون، رحت جبت ملعقه عاديه باش نتحكم في الخليط تاعي، ونلبس للفراوله كريمه الشانتيي كيما راكم تلاحظوا. نخلطوا مليح حتى يتخلط معنا كاع، ينسجم الخليط، تدخل هذيك الفراوله لداخل مع لا كريم. صدقوني البنات، هاد الكيكه تجي روعه روعه روعه، يحبوها الاطفال. هنا من جهه اخرى راني جبت القالب تاعي تاع الكيك، راني درت له البلاستيك الغذائي كما راكم تشوفوا، وهذا البلاستيك الغذائي يساعدنا باش الكيك تاعنا ما يلصقش كي نجيو نقلبوه من بعد في الصحن، ما يلصقناش. ونبداو نديرو في الخليط تاعنا تاع الكيكه، ونضغطوا حنا نعمرو فيها وبالضغط باش يهود لنا لتحت ويدي لنا لا فورم تاع القالب. نضغطوا في الزوايا كذلك باش يتشكل لنا على الشكل هذا تاع القالب. لازم نضغطوا مليح باش يهود كيما راكم تشوفوا في الصوره. وندير كاع الخليط تاعي، نكمله كاع هنا ويكون واجد كما تلاحظون في الصوره. نمشيه كاع في الاطراف في الزوايا كذلك، ونضغط عليه باش يتكون لنا مليح، يدير لنا كشغل قالب معمر مليح. بعد ما نعمرو نغطيه بالورق الشفاف تاعو اللي راهو من في الاطراف، راهو منو من ولا ما كانش عندك، ما كانش باقي لك في الاطراف، جيبي ورق شفاف وغطيه باش ما ريحه الثلاجه ما تبقاش في الكاطو تاعنا. بعد ما نغطوه ندخلوه للثلاجه، هي في الحقيقه لازم يقعد 6 ساعات يبرد ويتماسك مليح باش كي نجيو نقلبوه يتقطع معنا كل الكيك. انا هنا كنت مقلقه عليه، خليته في الثلاجه ساعه فقط، وهبطته لتحت واسمو للكونجيلاتور للمجمد، خليته في المجمد 30 دقيقه، نص ساعه في المجمد. انا بعد ما خرجته من المجمد كما راكم تشوفوا راه متماسك. نجيبوا صحن التقديم ونقلبوا المول تاعنا على هذا الشكل، وبواسطه هذاك البلاستيك اللي راه منه من الاطراف نبداو ننشعوه فيه حتى يهبط معنا القالب. ننشعوه مره من على اليمين ومره على اليسار، مره على اليمين من على اليسار حتى يهبط معنا. هنايا راه هبط القالب، نقلعوا هذا البلاستيك نرموه، وهنا نمروا للتزيين. هي تقدري كيما راهي تخليها الا ما عندك والو،
تقطعيها وتقدميها في الصحون وتنتكل باردة عادي جدا. انا عندي حبات فراولة، حبات كبار تاع فراولة، نديرهم كتزيين من الفوق. وراني دوبت الشوكولا في حمام مائي، درتها في الكيس الحلواني. دوك تشوفوا معايا التزيين الاخير، تجي شابة. هي غير كيما هكا وراهي جميلة في المذاق وفي الشكل. في الحقيقة هنا نجيب الكيس الحلواني تاعي اللي فيه الشوكولا دائبة، نقطع طرف صغير باش ندير خطوط للتزيين. نزينوها كما راكم تشوفوا، تجي روعة هذه التحلية. كيكة باردة، تحلية رائعة، خصوصا الا كان البسكويت تاع شوكولا بذوق الشوكولا يجي رائع. هنا نزيد لها شويه خطوط بالشوكولا، راهي بقيت لي في الكيس. نكمل لها تزيين وتتقطع وتتقدم بارده. مليحه هذه الكيكه البارده في سهرات رمضان ان شاء الله، راهو على الابواب. يدخل علينا وعليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. توجدوها مع الصباح وتخلوها في الثلاجه، وفي السهره ان شاء الله تجبدوها. عليكم غير تقطعوها، تزينوها وتقطعوها وتقدموها لافراد العائله. هنا نقسم لكم قطعه باش تشوفوها في الوسط كيفاش جات. تجي على هذا الشكل، حبات الفراوله راهم يبانو مع لي مورسو تاع الكاطو. تجي على هذا الشكل، تجي لذيذه وزوينه بزاف. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنا قدمتها مع عصير البرتقال اللي كنت خدمتها معاكم قبل في القناه. عصير برتقال بالفراوله يجي رائع معها، تجي كيما الباتيسري تاع برا. قدموا معها العصير تاع البرتقال بالفراوله، وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتقولوا لي في لي كومونتير كيفاش خرجت معاكم. مع السلامة في الوصفة القادمة إن شاء الله.